معلش يا دكتور، معلش البتاع ده حصل لي حاجة. ايوه، خلاص احنا طلعنا لايف في فيسبوك على مجموعة الباحثين السودانيين، هنبدأ الآن. بس عليك الله، خلي بالك من لا الناس البتاع ده حصل لي الان حاجة. والاوت. تمام، اوكي طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعة مبروكة وبخيتة عليكم يا أهلنا في كل مكان. مرحبا بكم في سيمينار جديد من سيمينارات مجموعة الباحثين السودانيين. مؤسسة الباحثين السودانيين هي طبعا مؤسسة تطوعية سودانية لا ربحية، وتهتم بمجال البحث العلمي والنشر العلمي، وعندنا عدد من السلاسل للسيمينارات المخصصة للناس اللي تخرجوا من الدكتوراه، والناس اللي تخرجوا من البكالوريوس، والناس اللي تخرجوا من الماجستير. والليلة يسعدنا ويشرفنا اخواننا انه يكون عندنا بحث بتاع ماجستير تم اجازته بتقدير امتياز في ابريل 2022، بعنوان الثقافة السياسية والعلاقات المدنية العسكرية، دراسة حالة القوات المسلحة السودانية. هيقدمها لنا الباشمهندس البدوي عبد القادر البدوي رحمه الله. التمهيد للدراسة انه تبحث الدراسة في العلاقات المدنية العسكرية لما تمثله من أهمية فيما يتعلق بعمليات التحول الديمقراطي، وتسلط الضوء على الحالة السودانية والاستعصار التاريخي الذي لازم السودان لإكمال التحول واستدامة الديمقراطية، وتحديدا معضلة عسكرة السياسة وتسييس الجيش. تنطلق الدراسة من فرضية أن التثقيف السياسي لسلك الضباط يساهم في التزامهم بالقيم الديمقراطية، مما يقلل من احتمالية تدخلهم في السياسة، باعتبار أن السياسة الثقافة السياسية لسلك الضباط يمكن أن ينظر إليه كأحد السبل التي يمكن أن تساعد في بناء علاقات مدنية عسكرية سليمة، بتعزيز إدراك العسكريين لواجباتهم، وبناء جيش ليس محايد سياسيا إنما ملتزم بالحكم الديمقراطي، وذلك لما مثلته المؤسسة العسكرية من حصن تقليدي لرافضي الديمقراطية منذ الاستقلال وحتى تاريخ كتابة هذه الكلمات. ده التمهيد بتاع التقديم بتاعه. باشمهندس البدوي، اولا الف مبروك التخرج من الماجستير في معهد الدوحه الدراسات العليا، ونتمنى لك ان شاء الله مستقبل مشرق، وشكرا جزيلا على تقديمك للباحثين السودانيين. اتفضل. شكرا جزيلا دكتور أنور على التقديم. شغل الكاميرا. واضحة الصورة وواضح الشير؟ ايوه نعم، تفضل. فول سكرين. سكرين. طيب، في البدء أحب أشكر مؤسسة الباحثين السودانيين على هذه الاستضافة، وأرحب بالإخوة والأخوات خلف الشاشات، وأتمنى أني أقدر أقدم محتوى مقبول وذو فائدة. التقديم عبارة عن بحث تكميلي كان لنيل درجة الماجستير في الدراسات الأمنية النقدية من معهد الدوحة للدراسات العليا. بهذه المناسبة يعني أنا ممنون جدا لأسرة المعهد وأسرة برنامج الدراسات الأمنية النقدية، يعني المجهود اللي بيبذلوه في نشر رسالة علمية مهمة فيما يخص بالدراسات الأمنية النقدية. البحث بعنوان الثقافة السياسية والعلاقات المدنية العسكرية، والبحث متعلق بمعضلة معينة وهي تسييس الجيش. الافتراض بيقول أن الثقافة السياسية لسلك الضباط ممكن تساعد في إخراج العسكريين من حلبة السياسة، ده على المستوى السياسي، وكمان على مستوى الفاعلية القتالية. تتناول حالة الجيش السوداني في فترة زمنية محددة من العام 1956 ولغاية سقوط البشير. طيب، في البداية أنا عندي تمهيد عام بيأطر لنا بشكل مختصر لحقل العلاقات المدنية العسكرية. في البداية قد يسأل سائل، ليه نحن عندنا جيش من أصل يعني؟ في النقطة دي أنا بقول أنه الجيوش بتستمد مشروعية وجودها من مشروعية وجود الدولة في حدود الجغرافية وسيادتها، باعتبار أن الدولة الحديثة والدولة القومية الحديثة ما تكونت إلا نتاج للحروب والسعي المستمر لاحتكار العنف.
زي ما قال ماكس فيبر أنه احتكار الدولة للعنف أحد الخصائص المميزة للدولة. بمجرد ما تبدأ الدولة تتنازل عن العنف، تتنازل عن احتكار العنف، تبدأ تقابل عدد مهول من المهددات الأمنية قد يصل إلى انهيار الدولة في حد ذاتها. في ثمانينيات القرن العشرين بدأت تظهر صراعات ما دون الدولة وتغيرات في طبيعة التهديدات. التهديدات أصبحت غير تقليدية. تفشت بعض الصراعات في الإثنية والجهوية وحتى الدينية في دول شرق أوروبا. بدأت تظهر مهددات أمنية، يعني السلاح المادي أصبح غير غادر لأنه يتعامل مع قضايا الهجرة وقضايا الحدود وقضايا المخدرات وقضايا البيئة وغيره. فسقط النموذج الواقع. النموذج الواقعي كان بيدعي أن الدولة هي الموضوع الوحيد للأمن، بمعنى أنه موضوع الأمن يدور حول الدولة فقط، في حين أنه ممكن يكون في مقاربات بدأت تظهر جديدة أن الدولة ممكن تكون آمنة ولكن من بداخلها غير آمنين. فبالتالي سقط النموذج بتاع وحدوية الدولة وانفرادها بمفهوم الأمن، فبدأت تظهر مقاربات جديدة وتعريف جديد للأمن. التطورات المجتمعية دي متسقة مع انهيار الاتحاد السوفيتي وصعود المشروع الأمريكي نشر الديمقراطية، سلط الضوء على قطاع الأمن وعمل إعادة في رسم العلاقات ما بينه وبين الدولة وبين المجتمع. فده ما يسمى بحقل العلاقات المدنية العسكرية. ومن النقطة دي برز متطلب إصلاح قطاع الأمن كأحد مسارات ترسيخ الديمقراطية، باعتبار أنه كل الدول اللي يعني بتحاول تحكم بأسلوب غير ديمقراطي بتستبعد دولة المواطن وحقوق الأفراد في الحريات وغيره، بتبدأ لأنها تكرس السلطات وتكون مسيسة للقطاع الأمني أو بتستخدمه كأداة غليظة لوجود في السلطة. طيب، التغيرات اللي ذكرناها من شوية هي كانت تغيرات سياسية في الأنظمة السياسية وتغيرات في المجتمعات. هذه التغيرات بالتأكيد أثرت على حالة الجيوش، أثرت على حالة الجيوش. في مسار التغيير للجيوش كان والمخطط من اليسار لليمين، أخوانا، في الجيوش التقليدية في بداية تكوين الجيوش، بداية تكوين الدولة الحديثة، كانت جيوش تقليدية. الجيوش التقليدية هي بتقاتل من أجل الملك وبتقاتل من أجل الإمبراطور من أعلى في مسار خضع للإصلاح، وده بيتناسب مع الدول الديمقراطية، وأسفل هو مسار تكريس السلطة ويتناسب مع الدول غير الديمقراطية. طيب، إذا مسكنا المسار الإيجابي، الجيوش التقليدية انتقلت لمرحلة جديدة اللي هي الجيوش الدفاعية. الجيوش الدفاعية مؤشرات أنها بدل ما كانت بتقاتل من أجل الملك أصبحت تقاتل من أجل الأمة وأصبحت تنفذ سياسات الدولة. طيب، بعد كده مع تغير التطورات المجتمعية وتطور العلاقات الدولية والتداخلات، تحولت الجيوش الدفاعية نفسها، تطورت إلى جيوش احترافية. الجيوش الاحترافية بتلعب دور مفيد في العملية السياسية، باعتبار أن الجيوش الدفاعية من أول كان واجبها فقط تنفذ سياسات الدولة الداخلية وتحافظ على 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 حدود الدولة. الآن لا، الجيوش أصبح بتطلع بدور في السياسة الخارجية، هي بتنفذ السياسات الخارجية للدولة، فبالتالي بتبقى تلعب دور مفيد في العملية السياسية. الحاجة الثانية، مع ارتفاع التكاليف التشغيلية للجيوش وتكاليف الحروب، بقت الجيوش دي نفسها بتطلع بدور محدود في الاقتصاد بامتلاكها لمجمع صناعي، مجمع صناعي العسكري. العوائد الاقتصادية من المجمع الصناعي هي بتفيد الدولة، وفي نفس الوقت بتشيل التكاليف التشغيلية الكبيرة بتاعة إعداد الجيوش الاحترافية. طيب، المسار الثاني اللي هو مسار تكريس السلطة، الجيوش التقليدية اللي كانت بتقاتل من أجل الملك اللي ما خضعت لمستوى مناسب من الإصلاح تحولت إلى جيوش تدخلية. الجيوش التدخلية هي اللي بتتواجد في السلطة بشكل مباشر عن طريق الانقلابات العسكرية، أو بيكون عندها تأثير على الحالة السياسية في الأنظمة الهشة، أو كمان بتكون حارس بريتوري، بمعنى أنها هي حارس لأنظمة معينة. نحن ممكن يعني هنا نضرب عدد من الأمثلة في الجيوش التدخلية. الجيوش التدخلية للأسف مع مرور الوقت ما بتكتفي فقط بأنها هي تكون موجودة في السلطة، بل بتطلع لدور جديد وبتتحول لما يسمى بالجيوش الطفيلية. الجيوش الطفيلية مؤشراتها أنها بتتواجد في الاقتصاد بشكل كبير،
بتسيطر على أجزاء كبيرة جدا من موارد الدولة، بل بتبدأ في تشريع قوانين الاستثمار، عشان كده سموها جيوش طفيلية، بتتغذى على موارد الدولة. طيب السيء في الجيوش الطفيلية أنها ما فقط بتأثر على الدولة، بل بتأثر على المجتمع، وبتأثر كذلك على الجيوش في حد نفسها، في احترافيتها وإمكانياتها من استخدام العنف. كيف؟ تأثير على المجتمع بأنها بتبدأ في هندسة المجتمع، بمعنى أنه بتتضاءل فرص القطاع الخاص في أنه ينال فرص لقيام مشاريع أو توظيف أو عمل أو غيره، وبتطغى على مؤسسات الدولة الثانية. فبالتالي أنت كشخص مدني عندك مشروع، ولا مشروع تجاري، ولا عندك رغبة في أنك تعمل عمل خاص، لابد من أنك أنت تنال العقود، عقود المشاريع، عن طريق شركات الجيش. عشان كده بسموها بتبدأ في هندسة المجتمع، فبالتالي كل المجتمع بيبدأ في أنه يدور حول فلك الجيش. التأثير على الجيش في حد نفسه بتنتهي طبعا الفكرة بتاعت الاحترافية القتالية والكفاءة القيادية، يعني تواجد الضباط بيكون بناء على أيهما أشطر فسادة، من ناحية بتاعت فساد، يعني من ناحية بتاعت إدارة مشاريع. فبالتالي بيتم تجنيب المعايير الثانية بتاعت الكفاءة والمقدرة العسكرية. طيب الآن هنا أنا عندي سؤالين عايز أطرحهم عشان إحنا نقدر نحدد نحن موجودين وين وعايزين شنو. أي جيش في ديل هو الجيش المهني، يعني إحنا الآن الدارج إنه الناس دائما بتقول عايزين نصل لجيش مهني. طيب يا واحد في ديل الجيش المهني الآن؟ ده سؤالي الأول. السؤال الثاني، في تقديركم الجيش السوداني موجود وين؟ يعني أنا بتكلم عن أن رسالة الماجستير درست حالة الجيش السوداني من 56 ولغاية سقوط البشير، يعني ما تناولت الانقلاب الأخير بتاع 25 أكتوبر، لكن لحد الفترة الانتقالية، أو ما كانت الفترة الانتقالية بخير، يعني تحت الوثيقة الدستورية. دول سؤالين. السؤال الأول إجابته أن الجيوش اللي قدامنا دي كلها جيوش مهنية، لانه الان يعني الدارج انه الناس عايزه جيش مهني. كل الجيوش اللي قدامنا دي الاحترافيه والدفاعيه والطفيليه والتدخليه دي كلها جيوش مهنيه. ليه؟ لانه مهنه الجيش هي استخدام واداره العنف، استخدام العنف. التعريف ده بيشمل كل الجيوش، يعني الجيش الطفيلي بيعرف يستخدم العنف، الجيش الاحترافي بيستخدم العنف، الجيش الدفاعي والجيش التدخلي جميع بتستخدم العنف. يبقى احنا ما عايزين جيش مهني، احنا عايزين جيش احترافي، وفي اضافه الايمان عايزين جيش دفاعي عشان يطبق لنا، ينفذ لنا السياسات بتاعت الدولة، ويقاتل من أجل الدولة، ما من أجل حزب ولا من أجل شخص ولا كده. السؤال الثاني عن أن الجيش السوداني بيقع ضمن أي تصنيف في التصنيفات اللي نحن ذكرناها من 56 ولغاية 2019. الحالة السودانية نقدر نطلق عليها نموذج الباب الدوار، اللي هو الباب الدوار، بدأ ديمقراطية في انقلاب عسكري في ثورة شعبية عن سون، انتوا عارفين الحلقة. يعني الانقلابات اللي حصلت كلها ارتبطت بالسياسة فقط، ما يعني كانت خالية من أي أبعاد أخرى اقتصادية أو إثنية أو جهوية أو دينية أو عرقية، فكانت كلها تتعلق بالسياسة، لأنها يعني ما حدثت بمعزل عن القوة السياسية. في كل الثلاثة انقلابات اللي شملت المدة الزمنية بتاعت الدراسة، كانت كلها عندها علاقة بالقوة السياسية. فبالتالي بنجي إذا طابقنا الحقائق التاريخية اللي موجودة عندنا مع الجدول المنشوي والمخطط المنشوي، بنلقى أن الجيش بيقع ضمن تصنيف الجيوش التدخلية. طيب عايزين نتكلم عن الثقافة السياسية، وكيف أنه يكون عندها علاقة ب العلاقات المدنية العسكرية. لوجود نظام ديمقراطي لابد من وجود علاقات مدنية صحية ومتزنة. أي علاقة مدنية عسكرية مشوهة وغير سليمة بتؤدي إلى تعثر النظام الديمقراطي، أو وأد النظام الديمقراطي بالكامل، التحول إلى دكتاتورية أو دولة شمولية. طيب هل الثقافة السياسية لسلك الضباط، أنا بتكلم عن الآن سلك الضباط كنخبة في المجتمع العسكري، هل إذا تم تثقيفهم سياسياً هل الحاجة دي ممكن تكون فيها يعني نوع من الدفع بالعلاقات المدنية العسكرية في الاتجاه الإيجابي، بحيث أنها تكون علاقات مدنية عسكرية ديمقراطية؟ يعني ده السؤال الافتراض الأول على مستوى النظام السياسي. هل عندها دور على مستوى الفاعلية القتالية؟ على مستوى الفاعلية القتالية، باعتبار أن الجيش يكون جيش احترافي يؤدي دوره القتالي بحيث أنه يتناسب مع التطلعات بتاعة العملية السياسية وليس العسكرية. طيب
بنعرف الثقافة السياسية باعتبار الرؤية والمعرفة والإدراك العقلي لما يحيط بأفراد المجتمع من أفكار وممارسات واختلافات سياسية، بالتالي يستطيع من خلالها تكوين تصورات واتخاذ الموقف المناسب، ومن ثم التفاعل والتأثير البناء في مجمل العملية السياسية حسب ما يقتضيه الموقع أو المهنة أو المكانة من مؤسسات الدولة. لو أسقطنا التعريف ده وعايزين نطلع منه تعريف يتناسب مع الثقافة السياسية للمجتمع العسكري، نقدر نقول أنها هي مجموعة من القيم والمعتقدات المشتركة لدى أفراد المجتمع العسكري عن توجيه وتشكيل السلوك السياسي لدى ذلك المجتمع. طيب الآن السؤال اللي بيطرح نفسه، هل القيم والمعتقدات الحالية اللي موجودة في المجتمع العسكري أو في المؤسسة العسكرية بتاعتنا، هل بتعزز من الانتقال الديمقراطي؟ هل بتسمح بوجود نظام ديمقراطي راسخ قابل للبقاء والاستمرار والتطور؟ الإجابة واضحة طبعا، فإذا كانت لا، يبقى لابد من خلق القيم اللي بتساعد في بقاء واستمرار وتعزز من عملية الانتقال الثقافي. وأنا بفترض أو أدعي أن التثقيف السياسي هي حاجة مناسبة أو يعني متغير مناسب، لأنه نحن نجعل نخلق نوع من القيم والمعتقدات مشتركة لدى العسكريين عشان يتناسب مع القيم بتاعة النظام الديمقراطي. طيب بعد ما عرفنا الثقافة السياسية بتعني شنو، خلينا نشوف هي بتجاوب عن شنو، بتجاوب عن من يمكنه فعل ماذا وكيف وتحت أي ظرف ومع من ومن يمتلك السلطة ومن يقرر. إمكانية الإجابة على الأسئلة دي وإمكانية تقييمها بيعني أن الشخص عنده يعني عنده ثقافة سياسية، بحيث أنه يقدر يقيم ويحدد بعد كده الأفعال اللي ممكن تنتج عن الموقف المعين، عن التقييم. بعد ما عرفنا الأسئلة اللي بتطرحها وبتجاوب عليها، خلونا نشوف أنواع الثقافة السياسية. الثقافة السياسية 3 أنواع، وكل نوع بيتناسب مع نظام سياسي معين. من البداية من اليمين عندنا الثقافة السياسية التقليدية، أو بيسموها الضيقة كذلك أو المحدودة. دي يرتبط دور الفرد فيها برئيس المجتمع أو زعيم القبيلة، والزعيم ده بيكون عنده مكانة أقرب للقداسة أو الأبوية. بيمتاز أيضا بالإحجام عن المشاركة السياسية، يعني مثلا ما بيكون عنده رغبة في أنه يشارك في انتخابات، لأنه بالنسبة له أصلا الزعيم معروف، والزعيم اللي بيجي بعد الزعيم برضه معروف، فما بيكون عنده أدنى رغبة لمعرفة كيف تتم العملية السياسية، مدخلات ومخرجات العملية السياسية. الثقافة دي بتتماشى مع نظام لا مركزي لنظام تقليدي. طيب النوع الثاني من أنواع الثقافة السياسية عندنا ثقافة الخضوع السياسي. ثقافة الخضوع السياسي مؤشراتها أنها خضوع تام لقرارات السلطة، وفيها إدراك بالمخرجات، بالتالي بيكون فيها قدرة على التقييم للنظام السياسي سواء كان بالتأييد أو المعارضة، من حيث شرعية السلطة أو عدم شرعيتها. لكن للأسف السلوك الفعلي بيظل سلبي بسبب عدم الإدراك الكافي أو عدم الإيمان حتى بالقدرة على أنه يؤثر على المخرجات، على المدخلات بتاعة النظام السياسي. فبتكون دائما بيكون في انتظار لتقديم الخدمات، لكن بيكون في خوف من المطالبة بالخدمات في حال النظام السياسي فشل في أن يقدمها. فبتكون عناصر النوع ده بتتمحور حول الخوف من السلطة والإذعان ليها، خوفا من العنف السياسي. دي بتتماشى مع نوع من الثقافة، ده بيتناشى مع النظام العسكري والنظام الشمولي. النوع الثالث واللي هو بيتماشى مع النظام الديمقراطي، ثقافة المشاركة السياسية. دي بيكون فيها إدراك تام بمدخلات ومخرجات العملية السياسية، بيكون في إمكانية يعني بيكون عندهم المقدرة على تقييم الأداء من حيث القبول والرفض. فكل الأفراد الموجودين في هذا المجتمع يكون عندهم إدراك تام بأنه مدخلات العملية السياسية شنو، وكيف تتم العملية السياسية. بناء على كده بيتوقع مخرجات معينة، بناء على المخرجات اللي هم متوقعينها بيتم التقييم العقلاني بالقبول أو بالرفض. طيب الآن السؤال اللي بيطرح نفسه، الثقافة السياسية هل هي ثابتة ولا قابلة للتغيير من حالة لحالة؟ هل هي ثابتة ولا قابلة لأنها تتغير سواء كان من تقليد أو خضوع سياسي أو مشارك؟
الثقافة السياسية هل من الضروري أنها تكون موجودة في دولة يعني ما في اختلافات، كل المجتمع كل مواطن الدولة عندهم نفس نوع الثقافة السياسية؟ الإجابة بالتأكيد لا. يعني عندنا الآن مثال في السودان، في ناس قاعدين من 2019 أصلا ما رجعوا بيوتهم، قاعدين في الشارع وبيطالبوا بنظام حكم ديمقراطي، وما خضعوا سياسيا ولا خافوا، رغم أنهم يعني تقابلوا بقمع عشوائي وأساليب عنف سياسي بأشكال مختلفة. هذا الناس مشاركة سياسية، في نفس الوقت في ناس برضو بيطالبوا بأنهم عايزين حكم عسكري، عايزين أنهم يكونوا، فديل عندهم الثقافة بتاعت الخضوع السياسي. في ناس برضو قاعدين في البيت وعايزين بس الأمور تمشي بأي شكل من الأشكال، ديل برضو ممكن نصنفهم الخضوع السياسي. في ناس تانيين برضو قاعدين في السودان، بس الشيخ بتاع القبيلة ولا الزعيم ولا العمدة قال يا اخواننا اطلع، طوالي هم بيطلعوا، قال يا اخي احنا رافضين قرار الحكومة الكذا، خلاص احنا رافضين حكم قرار الحكومة الكذا. جاءوا سيم من الناس من الحكومة يتكلم معاه، يا عمدة يا اخي دخل ناس الديل وان شاء الله نحن بنعالج الموقف. مجرد ما قال الكلام ده الجماعة اللي قبيل طلعوا في نفس القبيلة، ما عارفين اصلا اللي حصل شو، ما عارفين الوعودات اللي جاتهم هل حتتحقق ولا لا، لكن سمعوا كلام العمدة ورجعوا. فبالتالي ممكن في دولة واحدة توجد 3 أنواع من الأنواع دي. طيب هل ممكن تتحول طيب من حالة لحالة، من تقليدية لخضوع سياسي أو من خضوع سياسي لمشاركة؟ الحاجة دي طبعا ممكن، بمجرد في مؤشر، بمجرد ما يحصل فوران مجتمعي، أنا أعتقد دي حالة بتاعت كسر الخضوع السياسي والانطلاق نحو المشاركة السياسية. حزب المشاركة بيتكلم لأنه في ناس كانوا يعني بيقول لك أنه مثلا المجتمع السوداني ما يصلح أنه يحكم بديمقراطية، ما بينفع، لأنه هم ناس أصلا في نفسهم ما بيطبقوا الديمقراطية. في حين أنه قريت كلام للدكتور عزمي بشارة أنه يعني ما من الضروري أنه كل المجتمع يتحول لثقافة سياسية وثقافة ديمقراطية عشان يكون عند دولة بتاعة مواطنة. دي مسؤولية النخب السياسية، بمجرد ما حصل فوران مجتمعي ده مؤشر لأنه المجتمع ده فيه تغيرات بدأت تحصل في ثقافته السياسية، فلا بد من النخب السياسية بعد كده تبدأ تطلع بدورة وترسخ، تمشي تدفع في اتجاه ترسيخ الديمقراطية. دي ببساطة العلاقة بين الثقافة السياسية والنظام السياسي. طيب عندنا مقاييس معينة نقدر نقيس بها شدة أو درجة التثقيف، 3 مقاييس، ودي دايما بتلقاها عند الناس المشاركة السياسية، دي هي المعرفة السياسية، يكون عنده إدراك بمدخلات ومخرجات العملية السياسية، كيف تتم العملية السياسية ولو حاجة بسيطة يعني. الحاجة الثانية التقييم السياسي، يكون عنده ميزان الالتزام بالقيم والقيم المشتركة، لأنه قلنا الثقافة السياسية هي مجموعة من قيم مشتركة في المجتمع يعني. فيكون عنده ميزان الالتزام، هل العملية اللي حصلت في المدخلات دي بتتماشى مع القيم الموجودة، عشان أنا أتوقع المخرجات اللي مفترض تحصل في المجتمع ده ولا لا، فده بالتقييم. بعد كده تيجي الحاجة الثالثة اللي هي الاتجاهات السياسية، بتحدد الاتجاه، موقفك العقلاني من الخطوتين، من المعيارين الاوائل اللي هم المعرفه السياسيه والتقييم لفعل سياسي معين. الموقف العقلاني اللي ممكن تتخذه شنو؟ انت كعسكري الموقف العقلاني اللي ممكن تتخذه من مثلا جنرال موجود معاك رفع حاله الطوارئ او عمل حاله طوارئ، ادى اوامر بضرب مثلا مواطنين، الموقف العقلاني اللي انت ممكن تختاره شنو؟ طيب الخلاصة المبدئية للكلام اللي اتكلمنا عنه الآن، أنه لكل نظام سياسي حالة معينة من أنواع الثقافة السياسية بتواءم معاه، وثقافة المشاركة السياسية تعتبر معزز للبناء الديمقراطي، بمعنى أنه أي نوع من الثقافات اللي اتكلمنا عنه الآن إذا ما موجود معاه نفس نوع الثقافة السياسية اللي بتماشى معاه، فالطبيعي أنه يكون في عدم استقرار. ما بيحصل استقرار إلا ما لم تكون في ثقافة سياسية سائدة بتتماشى مع نوع النظام اللي اتكلمنا عنه من شوية. الثقافة السياسية يمكن أن تكون مفسرة لسلوك الناس وتوجهاتهم إزاء النظام السياسي بشكل خاص والعملية السياسية بشكل عام. من هنا ممكن نستخلص أن الثقافة السياسية لمجتمع العسكريين نوعها وعناصرها يمكن أن تكون مفسرا لطبيعة العلاقة مع النظام السياسي وما يترتب عليها من استقرار أو عدم اتزان. فإما أن تتشكل ثقافة سياسية تدعم وتساعد في استقرار وبقاء النظام الديمقراطي أو العكس. طيب عايزين نشوف العلاقات المدنية العسكرية في ظل النظام الديمقراطي، يعني الشكل الصحي للعلاقات المدنية العسكرية. في مجموعة من الخلاصات
من ضمنها أن الأدبيات كلها اتفقت على ضرورة السيطرة المدنية، لا بد من وجود سيطرة مدنية. عدم وجود نظرية عالمية ووصفة لضبط العلاقات، لكن توجد تعميمات مفيدة بحسب السياق. السياق بمعنى أنه إذا كانت الدولة من حرب إلى ديمقراطية، من حرب شاملة مثلاً، حرب يعني دولة حصل فيها هزيمة كاسحة مثلاً زي اليابان مثلاً، الحرب العالمية الثانية، ألمانيا مثلاً الحرب العالمية الثانية، إذا عايزة تتحول من الحالة بتاعت الحرب دي والانهيار التام، عايزة تتحول لديمقراطية. حرب أهلية مثلاً لبنان عايزة تتحول من حرب أهلية إلى ديمقراطية. تغيير في النظام، تحول في الدولة ما بعد الاستمرار، ما بعد الفصل العنصري، ما بعد إعادة الدم. فبحسب كل سياق يكون في تعميمات مفيدة، لكن ما في روشتة معينة أو نظرية عالمية ممكن الناس تمشي عليها، زي ما أشار زولتان بارني في كتابه الجيش والدولة المتغيرة، وده كتاب قيم جدا بالمناسبة. تناول 27 حالة، 27 حالة حول العالم، وصف فيها طبيعة العلاقات المدنية العسكرية، كيف تم إصلاح المؤسسة العسكرية، كيف تحولت العلاقات العسكرية المدنية من علاقات مشوهة إلى علاقات متزنة وسليمة. من التعميمات أيضا، لكي يتم حكم دولة ما بنظام ديمقراطي، لا بد من أمرين. الأول، أن تخضع التشكيلات العسكرية بتلك الدولة للتحكم المدني. ثانيا، أن يخضع المدنيين بنفسهم كمان المتحكمين بالأجهزة العسكرية للعملية الديمقراطية. من التعميمات، لا يمكن ترسيخ الديمقراطية دون نخب عسكرية ملتزمة بالحكم الديمقراطي، وكمان دعمها شرط ضروري لكن غير كافي للتحول. بمعنى أنه وجود نخبة عسكرية ملتزمة بالحكم الديمقراطي وفي ظل علاقات مدنية عسكرية سليمة، ده ما بيعني أنه خلاص اوتوماتيكلي حنتحول ديمقراطيا، وحنصل لديمقراطية راسخة، لأنه في عوامل تانية إن شاء الله حنذكرها بعد شوية. نارس السيرة بيقول في كتابه أنه ذهاب الدكتاتوريات لا يعني قدوم الديمقراطيات. عندنا مثال حالي طبعا. المعضلات العامة اللي تواجه عمليات الانتقال، أول حاجة، ليه يزعن من يحمل السلاح لمن لا يحمل السلاح؟ كيف نحن نقدر نزيد قوة الجيش بدون ما نزيد النفوذ بتاعته؟ كيف نحن نحاول نبعد النفوذ المدني اللي بيؤدي يعني بيقود إلى إخضاع الجيش وانهياره بشكل كامل، بحيث أنه يكون أداة للسلطة الجات. يعني أصلاً عندنا النموذج بتاع هتلر مثلاً، هتلر وصل للاستشارية في ألمانيا عن طريق انتخابات، لكن سيطرة مدنية ذاتية على المؤسسة العسكرية، وخلق لها جناح يصارعها وينافسها، وتحول إلى دولة ديكتاتورية يعني غزت العالم في النهاية. فنحن كيف نبعد من النفوذ المدني اللي بيأثر سلبيا على الجيش؟ كيف نحن نقدر نبني جيش قوي بدون ما يكون عنده خطر على المجتمع؟ المجتمع العراقي خلق طلع أنت الجيش قوي جدا، لكن الجيش في النهاية زجبه في 3 حروب في جيل واحد. طيب، المعضلة الأخيرة، وجود قوة سياسية مجزأة وغير فاعلة وعديمة الكفاءة، مما يعني تلقائيا إهدار فرص الانتقال. تكلمت من شوية عن السيطرة المدنية الذاتية، ده مصطلح أطلقه هنتكتون. قال السيطرة المدنية هي نوعين، سيطرة مدنية ذاتية وسيطرة مدنية، سامويل هنتكتون في كتابه الجندي والدولة. بيقول أنه السيطرة المدنية سيطرة مدنية ذاتية وسيطرة مدنية موضوعية. السيطرة المدنية الذاتية بتقوم بها الأنظمة اللي بتكون ساعية لأنها ترسخ السلطة من خلال استحداث آليات تضمن هدوء وولاء القوات المسلحة، وتبدأ بالترتيب بالمناسبة، تبدأ تحزب وتأدلج الجيش. تحزيب وتأدلج الجيش معناه طوال تعليمه الكراهية، يتعلم كراهية الآخر، ونحن شفناه حتى عند السياسيين. يعني المؤدلج بيكون عنده سلوك راديكالي جذري ضد الآخر، كراهية، فده الشخص المدني المفترض يكون سلبي، فما بالك بالعسكري اللي بيحمل آلة قاتلة. يعني الحاجة الثانية، وقت يفشل في أنه يحزب، بيعمل على تقسيم سلك الضباط إلى أجنحة متصارعة، تمييز الضباط في بعضهم، وحدة على وحدة، ومؤسسة على فرقة على فرقة، ولواء على لواء، وانتو أحسن من ديل، وهكذا. يعني بكون في تمييز.
إذا فشل طوالب يمشي للخطوة الثالثة، إنشاء تشكيلات أمنية للتجسس على الجيش ومنافسته، ويتم تفضيلها من حيث الرواتب والتجهيز. أعتقد طوالي حيبدر لذهنكم الجيش اللي نحن بنتكلم عنه الآن. كانت في محاولات لأدلجة، بعد كده بدأ في تمييز بتاع ضباط على ضباط، بعد كده بدأت تنشأ تشكيلات بتتجسس على الجيش في نفسه وبتكون أفضل منه، يعني حتى معدة قتاليا بشكل أفضل من الجيش. فدي أشكال السيطرة المدنية الذاتية، يعني أغلب الدول العربية سيطرة مدنية ذاتية اللي حصل فيها الربيع العربي مؤخرا. يعني أشكال السيطرة المدنية الموضوعية أو الديمقراطية، ودي برضو من قلنا التقسيمات اللي ذكرها سامويل هنتكتون. عندنا نمطين، نمط احتراف تقليدي ونمط احتراف حديث. الآن إذا تكلمنا عن نمط الاحتراف التقليدي، فهنتكتون بيشير لي يعني الجيش يبنى على أساس أنه يكون مهنية عسكرية وحياد سياسي وابتعاد عن المجتمع. طيب الانتقاد الواجهه في النظرية أنه يعني الأشياء دي ما ممكن تحصل إلا في ديمقراطية راسخة، في دولة خلاص ديمقراطية مرت بالمراحل بتاعت بيئات الصراع ومرت بالمراحل بتاعت انتقال الديمقراطية والتجاذبات السياسية وكده، وصلت لمرحلة بتاعت ديمقراطية راسخة. عشان كده العملية السياسية بتكون فيها رشيدة، فبالتالي الجيش لابد من انه يكون محايد سياسيا، لانه اصلا العمليه رشيده. يعني الابتعاد عن المجتمع ده مع الحروب الجديده بتاعت الجيل الحالي بقت امر غير منطقي. يعني مؤخرا في 2003 بعد احتلال العراق، فشل الجيش الامريكي في انه يستمر في السيطره والمشاكل اللي حصلت في العراق الامنيه، طلعت استراتيجية جديدة مع شباب الجيش الأمريكي اللي هي استراتيجية كسب القلوب والعقول، أنك أنت كيف تكون قريب من السكان المحليين، عشان أوتوماتيكلي مع القمع العشوائي دي كمان نظرية عسكرية يسموها التدرج في فقدان القوة أو التدرج في فقدان الدقة. بتقول النظرية أنك أنت مجرد ما تبعد القوات عن أماكن تواجدها هي فقدت قوتها، خطوط إمداد، فقدت دقتها كمان، في أن الإصابة ما بتكون مباشرة. فإذا جينا نفس النظرية دي تكلمنا عنها من ناحية بتاعت مع المجتمع، يعني وكان في مشكلة في فقدان الدقة والإصابات أصبحت إصابات في وسط المدنيين، أنت أوتوماتيكلي خلاص فقدت المجتمع المحلي، المجتمع الموجود، وهو بشكل مباشر بقى عنده سلوك عدائي ضدك، وبقى في تجنيد ضدك للقوات الموجودة في الجانب الثاني وهكذا. فبيجي موضوع أنك أنت تبعد الجيش عن المجتمع سلوك يعني نظرية مرفوضة. الحاجة الثالثة اللي قالها في البداية المهنية العسكرية، ودي حنجي نضحضها بعد شوية، أنه مهنية كل الجيوش زي ما ذكرت في المقدمة أنها هي مهنية، كل الجيوش الاحترافية على الجيوش التقليدية على الجيوش كلها احترافية، لأنه الاحتراف كلها مهنية، لأنه المهنية هي استخدام العنف، فهم كلهم بيعرفوا يستخدموا العنف. عشان كده يبقى المهنية ما معيار أنا أبني عليه الجيش. موريس جانيفيتس كمان نظر للموضوع بتاع الحيادة السياسي، يقول مستحيل يكون في تحقيق تقدر تحقق الحيادة السياسي في 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 الأوساط بتاعة الانتقال. ليه؟ لأنه العسكريين دول في النهاية هم مواطنين ما مرتزقة، يعني عندهم تفضيلات سياسية وعندهم رؤى سياسية، فمستحيل انك تقدر تحقق الحياده السياسي بشكل يعني بيرفكت. فهو اتكلم عن ضروره مهنيه عسكريه، لكن للاسف النقطه بتاعت تحقيق الحياده السياسي هو يعني انتقدها، لكن في نفس الوقت ما قدم لها بديل يتماشى مع بيئات الانتقال. يتكلم كمان عن وجود مهنيه عسكريه في ظل ارتباط مع المجتمع، في ظل ارتباط مع المجتمع. فالنقد الواجهه هو أنه هو قدم نموذج بتاع شرطي مسلح ما أكثر، والنموذج بتاعه ده مشت به ألمانيا ومشت به أسبانيا. يعني ألمانيا بيقولوا أنه مدني ببزة عسكرية، مدني ببدلة عسكرية، فده النموذج بتاعه. النموذج ده للأسف بيحصل فيه يعني بيحصل تغيير للفاعليه القتاليه، الفاعليه العسكريه بتاعت الجيوش نفسها، فبتكون جيش تقدر تقول جيوش كيوت، يعني لانه بيكون عليها رقابه مدنيه هي موضوعيه او ديمقراطيه ولكن مفرطه، حيث ان الجندي عشان يتحرك من النقطه الف الى النقطه ب مثلا بمعده عسكريه او بسياره عسكريه مثلا عربيه عسكريه،
لابد من يمر ببروسيدير طويل عشان يعمل الحاجه دي، فما عنده الامكانيه بتاعت انه يتخذ القرار، دائما خايف من السلطه السياسيه اللي هو خاضع لها، فده بيقلل من الفاعليه القتاليه، رغم انه يعني نجح، لكن في النهايه انت عايز تخلق جيش قوي في نفس الوقت يؤدي المهام بتاعته بما يخدم العمليه السياسيه. النمط الثاني فيما يخص السيطره المدنيه الديمقراطيه نمط الاحتراف الحديث. نمط الاحتراف الحديث بيقول انه الناس الداعين لانه الجيش، وجود الجيش في العمليه السياسيه خطر او شر مطلق، هو وصف غير دقيق. زولتان بارني قال انه الجيش مؤسسه سياسيه باعتبار أن الطاعة للدولة هو موقف سياسي، الموقف من عمليات التغيير في حد ذاته موقف سياسي، سواء كان تغيير الدولة من حالة لحالة، من نظام سياسي إلى نظام سياسي، تغيير حكومة أو غيره، دي كلها موقف ويعتبر هو موقف سياسي. عشان كده تقول أن الجيش مؤسسة سياسية في النهاية. عزمي بشارة في الجيش والسياسة بيتكلم عن أن الجيش غير منفصل عن السياسة، لأن قضايا الأمن والأمن القومي حالياً بقت تتداخل مع السياسة في الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية. يعني في البداية أنا أشرت لأنه الجيش بقى هو هدف النهاية لتنفيذ سياسات الدولة الخارجية، فهو غير منفصل عن الدراسة. المقاربة بتاعت الدراسة بتتكلم عن مهارات عسكرية في ظل وجود تسقيف سياسي. نارسي السيرة في وزير الدفاع الإسباني السابق، في عملية الإصلاح بتاعت الجيش الأسباني، بيتكلم عن ضرورة تعليم العسكريين للعلوم العسكرية وبالمقابل تعليم المدنيين للعلاقات المدنية العسكرية. الآن عايزين نعرف، يعني في المقاربة أنا ذكرت لكم مهارات عسكرية في ظل تسقيف سياسي، نشوف الثقافة السياسية كيف ممكن تأثر على العسكريين، هل إيجابياً ولا سلبياً؟ نتفق على أن الجيش الهدف الاستراتيجي بتاعنا أنه نحن نبني جيش ملتزم بالحكم الديمقراطي، ما عايزين نبني جيش مهني محايد سياسي، لأن الجيش المحايد سياسيا لابد من يكون في ديمقراطية راسخة تتم فيها العملية السياسية بشكل رشيد. والجيش المهني الآن ذكرت من شوية أن الجيش المهني في النهاية هو يستخدم العنف بغض النظر عن نوع الجيش أو ميوله السياسية أو غيره، هو بيعرف يستخدم العنف، فكل الجيوش في الدنيا دي جيوش مهنية. طيب، لكن كمان عزم بشارة انتقد النظرية بتاعت هنتكتون فيما يخص الجيش المهني بنقاط موضوعية، من ضمنها بيقول أنه في الجيش المهني بتبرز القواعد الانضباطية اللي بتشدد على الطاعة وبتنبز الفردية في المجتمع العسكري نفسه، بتعلي من قيم التعاضد الداخلي لدرجة ممكن تخلي الفرد يتستر على جريمة عمل زمينه حتى ولو قدامه. يعني الحاجة الثانية النظرة الاستعلائية لمن هم غير العسكريين. الحاجة الثالثة فيما يخص الجيوش المهنية أنها بتنصاع للسلطة السياسية الشرعية، يعني الجيوش المهنية اللي بتنصاع للسلطة السياسية الشرعية هي نفسها بتقوم باستخدام القوة ضد المدنيين وبتقوم بغصف المدن والقرى تحت غطاء الطاعة. يعني الحاجة الأخيرة أنه المهنية دي في بعض الأحيان من وجهة نظر الضابط قد تعني التدخل في السياسة، يعني في حال أنه وجد صراعات سياسية ناتجة مثلا عن تضارب في المواقف بتاعت النخب واختلاف فض شراكة أو غيره بين النخب وانسلاخ مثلا حزب سياسي من تحالف معين او تكتل معين، طوالي ممكن يكون المهني دي نفسها بيكون تقييم الضابط للحاجه دي انها دي مؤشرات بتهدد امن الدوله وممكن تؤدي للانهيار ويوم حرب اهلها، فبالتالي المهني دي نفسها يعني بتستدعيه لانه يتدخل في السياسه بشكل سلبي ويعيق العمليه السياسيه ويحصل وأد او تعسر للديمقراطيه، يعني سواء كان عبر انقلاب عسكري تدخل مباشر او انه يمارس ضغوط على السياسيين نفسهم من منطلق الحفاظ على مصلحة الوطن العليا. فده الجيش المهني بيقدر يعمل الحاجات دي رغم أنه مهني، يعني ممكن يعمل الحاجات دي. طيب، لكن نشوف التسقيف السياسي. التسقيف السياسي أنا بقول أنه يغيد سلك الضباط بالقيم الديمقراطية التزاما بالقوانين واقتناء، ليس التزاما بالقوانين فقط، يعني أنا ما قصد أنه يلتزم بالقوانين خوفا ولكن قناعة، وهو ما يقف حاجز أمام أطماع المدنيين في استقطاب وتسييس الضباط، فبالتالي بننتهي من المعضلة بتاعت التسييس، لأنه هو رجل مثقف واعي وعارف أنه التسييف ممكن يودي البلد لوين، مش هو يوديه في السلطة، أو إذا مثلا فشل الانقلاب يعدم أو كده، لا، يفكر في أنه ممكن يودي البلد لوين. الحاجة الثانية الصد محاولات من داخل المؤسسة للانقلاب على الأنظمة الشرعية،
باعتبار أن وجود عدد لا بأس به من أو عدد كبير أو كتلة كبيرة من الضباط المثقفين سياسيا، هم في نفسهم بيبدوا يقاوموا الانقلاب اللي ممكن يعملوه زملائهم. الثقافة السياسية بتزيد من جدوى ونفع آراء العسكريين في القضايا الداخلية والخارجية المتصلة بالشؤون الأمنية حينما تطلب منهم المشورة بناء على الخبرة، انطلاقا من أن الوصول للرتبة العليا بيكون بناء على الكفاءة وليس الولاء السياسي، اللي هو ده نمط المشورة العسكرية أشار له ديفيد شوتر في كتاب حوكمة وإدارة قطاع الأمن. من فوائد التثقيف السياسي كمان أنها بتزيد سلك الضباط من مستوى التعاون وبتقلل من التوترات بين المدنيين والعسكريين. الحاجة الأخيرة فهم وإدراك تداعيات العسكريين لأفعالهم. على سبيل المثال، يدرك الضابط الأثر الناتج عن الانقلابات العسكرية أو عمليات القمع وانتهاك حقوق الإنسان، ويفهم الآثار المترتبة عليها ومقدرتهم على إجراء تقويمات للقضايا السياسية الداخلية والخارجية. طيب، ده النقاط اللي ذكرناها من شوية، ده على المستوى السياسي، النظام السياسي يعني على مستوى كبير. لو جينا نشوف على مستوى الفاعلية القتالية في ما يحصل في أرض المعركة في الميادين، هل التثقيف السياسي دور؟ يعني أغلب الناس ممكن يكونوا متفقين على أنه الحرب بقت عندها طبيعة جديدة، حتى القوة بقت عندها مسميات جديدة. الحرب نفسها كانت حرب تقليدية، بقت غير تقليدية، بقت حروب الجيل الثاني والثالث، وبقت حروب هجينة. القوة نفسها بقت قوة خشنة وقوة ناعمة وقوة صلبة، فحتى المسميات نفسها تغيرت. فمن الحقائق اللي نحن ممكن نذكرها أنه الخطأ التكتيكي، يعني اللي كمان زمان كان الجندي ممكن يرتكبه في أرض المعركة، أصبح ما فقط بيؤدي لخسائر في الأرواح والمعدات، لكن بيأثر فقط أيضا على المستوى الاستراتيجي، فبقى في تداخل ما بين التكتيك والاستراتيجي. الحاجة دي ظهرت في ظل عدم إمكانية السيطرة على المعلومة وسهولة الانتشار في الأوساط المدنية، وبالتالي حشد رأي عام. الآن لو عندك أي قوة عسكرية أرسلتها لموقع معين ارتكبت خطأ تكتيكي صورة واحدة، الموضوع بيبقى على مستوى استراتيجي، بتبقى فضيحة للدولة، في حين أنه سابقا أنت كان ممكن تصدر تعليمات بأنه يتم محاسبة الجندي أو توبيخه أو غيره. فالآن الخطأ التكتيكي أصبح متداخل مع السمعة والمستوى الاستراتيجي. طيب، التصرفات غير الأخلاقية والعنيفة، ودي تكلمت عنها من شوية، اللي هي نظرية التدرج في فقدان القوة والتدرج في فقدان الدقة. كل ما كنت بتعمل قمع عشوائي، تصرفات غير أخلاقية وعنيفة، بيكون عندك إصابات جانبية أو غيره. أنت ما فقط بتفقد السكان المحليين من دعمهم للدولة، أنت أيضا بتقود الدولة لعداء ومحاسبة دولية وأممية في ظل التزايد الاهتمام العالمي بحقوق الإنسان. النقطة الثالثة، أنه بقت التأثيرات السياسية والإنسانية والاقتصادية أصبحت جزء من سياق العملية العسكرية موجودة في ساحة المعركة. بإهمال إدراك التأثيرات دي ما بيتحقق الهدف والنتائج السياسية المرجوة، بالتالي ما بيكون هناك في جدوى للقوة والحشود والتكاليف اللي دفعت، ما في جدوى لها، لأن الحروب زي ما قال كلاوزيفيتس ما هي إلا امتداد للسياسة بوسائل عنيفة. لكن الشخص المثقف سياسيا في تقديري يقدر يستخدم القوة بالقدر الكافي الذي لا يضر بالعملية السياسية، وفي نفس الوقت بطريقة مقبولة من الرأي العام. بمعنى أنه العسكري يعني الغير مثقف سياسيا دخل المعركة فكرة أنه يتم إبادة العدو بشكل عام بشكل كامل، يعني استخدم القوة اللي موجودة عنه لإبادة العدو، بينما القائد اللي مثقف سياسيا بيدخل المعركة باستخدام أقل قدر ممكن من القوة على أساس أنه يحقق العملية السياسية والهدف السياسي من الحرب بما لا يضر بالعملية السياسية، وفي نفس الوقت ما يفقد الرأي العام ويكون تصرف مقبول. الجهل بالحد الأدنى من المعرفة السياسية أنا بشوف أنه بيجعل العسكريين يا إما أداة قليظة للسلطة مدخل الاستبداد، أو بيكون في سهولة في الاختراق والاستقطاب من قبل المؤسسات الحزبية المدنية اللي ما بتؤمن بالديمقراطية، أو الاثنين معا. إذا رجعنا للحالة السودانية، فترة الجيش والحكم في السودان، أنا عملت دراسة زي ما قلت على الثلاثة انقلابات اللي حصلت لحد انقلاب البشير وسقوطه، ولقيت أنه الانقلابات دي بتقع، يعني في تعريفات كثيرة للانقلابات، من ضمنها اللي بتقع فيه الحالة السودانية اللي هو تحالف مدني عسكري يقوم بشكل مفاجئ وسريع بإزاحة الفاعلين من جهاز الدولة،
ويسيطر على مرافق الدولة وتسييرها عن طريق إخضاع القوى المدنية والسياسية بالدولة مع القدرة على تغيير السياسات الداخلية والخارجية. طيب عشان أسلط الضوء، لأن هي الفكرة بتاعت البحث أصلاً يعني دراسة للحالة بتاعت القوات المسلحة من الداخل، يعني من الداخل، ما للحالة السياسية والأحزاب وكده، لأنه دي أمور موجودة ومعروفة، لكن الحالة بتاعت المؤسسة نفسها من الداخل. فعشان أسلط الضوء على ردود فعل المؤسسة العسكرية، يعني تم دراسة الأحداث التي سبقت ومهدت لكل انقلاب، الحالة السياسية، السمات العامة والسلوك السياسي لكل نظام انقلابي من حيث التحالفات والتفكك، عشان أقدر حتى أقيم نوع الثقافة السياسية اللي موجودة، الحروب وما تعرضت له الأنظمة من محاولات انقلابية، كيف تعاملت مع المحاولات الانقلابية اللي واجهتها. دي نقطة معينة، نقطة مهمة، هي طلعتنا ليه النتائج بتاعت الحالة التجريبية. النتيجة الأولى أنه جميع النماذج الانقلابية كانت مركبة، بمعنى أنه كانت ما بين شراكة ما بين قوة مدنية وقوة عسكرية. الحاجة الثانية، الدوافع كانت دوافع داخلية من داخل المؤسسة العسكرية، هي النظرة الاستعلائية، كانت دي حاجة بتظهر في البيانات اللي تليت، يعني بتظهر، بتشوف انه في نظرة استعلائية وانه احنا منقذي الأمة. الحاجة الثانية، دافع خارجي، مش خارج الحدود الجغرافية، لا خارج، يعني خارج المؤسسة العسكرية، اللي هو هشاشة النظام السياسي، ودي كانت يعني ظاهرة من النظام السياسي وحتى الثقافة السياسية. يعني كان في ترحيب ولو محدود بالانقلابات اللي حصلت، كان في قبول ببيانات رسمية من الأحزاب السياسية اللي موجودة، بدل ما أنها كانت تدافع عن الديمقراطية، ولو في البدايات بتاعة الانقلابات لحد ما ظهر الوجه الحقيقي. الحقيقة الثالثة، الانقضاض على الشركاء. أي جنرال عمل عملية انقلابية في النهاية التف على المجموعة اللي كانت مساعداه وصلته للحكم. انعدام المشاركة السياسية، ودي كانت حاجة واضحة، بمجرد ما يعني تستقر في السلطة، أو يعني ينجح الانقلاب، معضلة ال 48 ساعة، تمر ال 48 ساعة بتبدأ عملية بتاع تركيز السلطات، تعطي الحقوق وحريات، حل الأحزاب السياسية، تضييق وفرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام. لاحقا ممكن يحصل نوع من الحريات وغيره، لكن بتكون في حدود، ومجرد ما تكون بشكل شاذ تاني بترجع العملية بتاعة الطواري وإيقاف الحريات، تعطيل أو كده. حتى إذا وجدت بيكون في رقابة قوية جدا يعني. طيب النتيجة ما قبل الأخيرة، أن الجيش السوداني في كل على طول خط التاريخ كان بيتصدى للانقلابات اللي بتحصل على الأنظمة العسكرية، يعني أنه الانقلابات اللي حصلت على عبود الجيش السوداني تصدى لها، الانقلابات اللي حصلت على النميري الجيش السوداني تصدى لها، الانقلابات اللي حصلت يعني حتى ولو ما تصدى لها، تصدت لها الأجهزة التانية، هو ما يعني ما يعني يعني غاومة أو ما خضع لها. الانقلابات اللي حصلت على عمر البشير كذلك الجيش السوداني ما خضع لها، وقاوم، ويمكن يكون هزمها. بالمقابل كان في تراخي في الدفاع عن الأنظمة الديمقراطية المنتخبة، يعني مع أول انقلاب بتحصل، ما عدا انقلابات محدودة، يعني انقلاب بتاع كوبيدة كان ما قبل انقلاب عبود، كان باستخدام الطلبة الحربيين، فدي كلها يعني حتى صنفت إنها محاولات انقلابية متواضعة. في خالد الكود، كان خالد الكود إذا ما خانتني الذاكرة، كان ما قبل انقلاب نميري، وبرضه كان معاه، هو كان ملازم ومعاه عدد من المستشهدين، حتى بيقولوا إنه في التنفيذ يعني ضيع رئاسة مجلس الوزراء، مشى المبنى القديم، كان عدد من المستشهدين، وفشل العملية لأنه واحد من العساكر مشى بلغ في قسم الشرطة يعني. فكانت الانقلابات اللي بتصدرها فترة الانتخاب في فترة الدول الأنظمة المنتخبة كانت انقلابات متواضعة، يعني غير مهددة أصلا. فدي الفكرة بتاعت إنه يعني الجيش كان على طول الخط حارس بريتوري للأنظمة الانقلابية. دي مؤشرات بتقول إنه يعني كل الفترات دي هو ما كان أصلا راغب في الديمقراطية، أو ما كان يعني حارس أمين عليها. النقطة الأخيرة، أنه الانحيازات اللي حصلت كلها انحيازات غير إيجابية، بمعنى أنه ما ساعدت في إصلاح العضب الرئيسي. يعني نعم، يعني كان اصطفاف القوات المسلحة مع الثورة الشعبية كان عنده دور حاسم في سقوط نظام عبود والنميري وبشير،
وكان دور إيجابي جدا في إسقاط الأنظمة، لكن قصير المدى، لأنه من الواضح أنه الانحياز اللي بيحصل بتكون فائدته يعني قصيرة زي ما قلت، بمعنى أنه ما بيحصل إصلاح في المؤسسة بقدر كافي بحيث أنه ما يتكرر سيناريو تدخل المؤسسة في الشأن السياسي. وكل الحالات بتاعت الانحياز يعني كلها كانت بتتم من قمة الهرم بتاع القيادة، يعني ما بتقوم بما يلزم من العمليات بتاعت الإصلاح اللي بيساعد على دعم الانتقال الديمقراطي. هنا نطرح سؤال مهم. احنا عايزين نحافظ على هياكل وشخوص اللي هي الهياكل بتاعت الجيش، قمة الهرم انا اقصد هيئة القيادة والناس الموجودين في قيادة القوات بشكل عام، عايزين نحافظ على الشخوص وعلى الـ على الـ على, الـ على المناصب دي، ولا عايزين نحافظ على تماسك الجيش؟ احنا عايزين قوة مسلحة متماسكة بعيدة من اي انهيار، بغض النظر عن انه ماسكة منه ولا رتبته شنو. تمام. طيب البشير ونميري وكيد عملوا الانقلاب كانوا برتبة العقيد، وعملوا تشوهات في هيكل القيادة، الضباط الأقدم منهم حالهم للتقاعد، وحتى ناس اللي ما أيدوا الانقلاب أبعدوهم برضو كده. رغم حصل تشوه في الهياكل بتاعت القيادة بتاعت القوات المسلحة، ما حصل تفكك، الجيش استمر في التماسك بتاعه، وفي نفس الوقت هم قدروا يحافظوا على هدوء القوات المسلحة فترة طويلة، بل ودافعت عنهم كمان وكيد حصلت عليهم انقلابات. فبالتالي نحن ممكن نقول في حالة حصول انحياز من قوات مسلحة لثورات شعبية، من المفضل أنه يعني يتم إبعاد القيادات اللي موجودة في قمة الهرم عن طريق التفاوض، يعني لابد من يتم إزالتهم. أنا بشوف أنه الحالة دي بتعزز وبتزيد من فرص قوة الجيش للإصلاح، قول هدوء الجيش على الأقل في الفترات الأولى بتاعت التوترات. النقطة الأخيرة والفقرة الأخيرة في التقديم اللي هي التوصيات. التوصيات بتمحور القنوات اللي ممكن من خلالها نحن نصل بها للتثقيف، نثقف بها سلك الضباط باعتباره وحدة التحليل للدراسة. أولا توزيع الفرص، باعتبار أن المجتمع ممكن يكون منفذ أول وغنى تعبر من خلال الثقافة السياسية، لذا يجب مراعاة تكافؤ توزيع الفرص في خلال عمليات التجنيد، بأن يكون الجيش منفتح ويحتوي على عينه تمثيلية من كافة المجتمعات. الحاجة الثانية، الكليات والمعاهد العسكرية مع الالتزام بجرعات سياسية محددة لا ترتقي لدرجة الأدلجة، ولكن بما يخدم النظام الديمقراطي، وعدم توسيع التدريب السياسي بما يؤدي إلى إهمال التدريب المهني من خلال دراسة التجارب. نقطة مهمة، دراسة الحالات والتجارب اللي ساهمت فيها الجيوش في بناء الدول التي وصلت لمراحل الرسوخ الديمقراطي، والدول التي لعبت فيها المؤسسة العسكرية دولا محوريا في ترسيخ نظم الاستبداد، وهو ما يقود إلى تراكم الوعي والخبرة. القيادة الديمقراطية، لأن وجود عدد من الضباط في المستويات المختلفة من ذوي العقلية الديمقراطية يكون ذو فائدة عالية من حيث التأثير على المرؤوسين، من خلال تقديمهم لمحاضرات تتناول العلاقات المدنية العسكرية في شكلها السليم الصحي في إطار دور القوات المسلحة تجاه السلطات التنفيذية والتشريعية وواجباتها المجتمعية. الإعلام العسكري، إنشاء مجلات عسكرية متخصصة وصفحات إلكترونية تناقش مواضيع تجذب العسكريين، تركز على التخصص العسكري وتضاف لها مواضيع تتعلق بالأنظمة السياسية الديمقراطية، تعمل على التبصير السياسي ونشر الأفكار وتكوين القيم، مع تفضيل الكتاب بواسطة قادة معروفين من أصحاب السمعة الجيدة في الوسط العسكري، فضلاً عن إمكانية نشر مقاطع مرئية لندوات تناقش ذات المواضيع باستفاضة. البعثات الخارجية، وبرضو دي نقطة أعتقد مهمة وذات تأثير، لأن أخواننا يعني أنا شخصياً في كل الحالات بتاعت الانتقال الديمقراطي والمشاكل بتاعت إصلاح القطاع العسكري، ما لقيت حالة العامل الخارجي ما كان فيها مؤثر. العامل الخارجي دائماً مؤثر في كل الحالات اللي أنا يمكن اطلعت عليها أو شفتها يعني. فالبعثات الخارجية عن طريق عقد تفاهمات مع دول مستقرة وذات ديمقراطية راسخة، وابتعاث عدد مقدر من العسكريين للمشاركة في التمارين والتدريبات والانتداب الخارجي، المشاركة في مهمات خارجية تتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية عبر المنظمات بعثات متعددة الجنسيات،
حيث أن طبيعة عمل تلك المنظمة، ودي الحاجة المهمة هنا، أن طبيعة عمل تلك المنظمات سياسية تحت قيادة مدنية، وهو ما يمثل تطبيق عملي للسيطرة المدنية. في الختام أنا بقول أنه في النهاية الجهد اللي قدمته ده أنا جهدي نظري مصحوب بنوع من التحليل، لكن عمليا لابد من أنه يحصل سقوط لثنائية الملك الطير والعسكري البريد، وصعود متلازمة جيش واحد شعب واحد. أنا شاكر لحسن استماعكم، وأنا انتهيت، والمايك عند المنصة. شكرا جزيلا باشمهندس البدوي على التقديم الممتاز جدا جدا، والختام بتاعه ظريف صراحة، إنه الملك الطيرة والعسكري البليد، وإنه اللي افترض إنه المتلازمة المفروض تكون هي جيش واحد شعب واحد. الواضح إنه يعني في التاريخ بتاع الانقلابات العسكرية في السودان، من الانقلاب بتاع عبود وحتى آخر حتى اخر انقلاب 25 اكتوبر 2021، كلها كان بتبقى فيها الايادي الحزبيه موجوده. انا ما اقدر اقول المدنيه، لان المدنيه دي بتدخل معاها ناس ما عندهم اي علاقه، زي حالتنا احنا مثلا في المجتمع المدني، زي مؤسسه الباحثين السودانيين مثلا. لكن في سؤال طرحته او طرحه علاء ولا علاء الطاهر، انه السبب شنو في موضوع الفهم الاستعلائي للمؤسسه العسكريه في مقابل حماية الديمقراطية؟ يعني السبب الأعمق من مصالح الجنرالات والقيادات العسكرية في الجيش، لو تدينا تعليق على القصة دي، الفهم الاستعلائي ده، إنه أنت مدني، يعني العسكري لما يكون دارس شتم يقول لك امشي يا مدني، والناس اللي تدربوا دفاع شعبي ولا خدمة ولا كده بيشوفوا كيف إنه في زي يقولوا احتقار متبادل، خلينا نقول بصورة كده ما مفهومة ذاته، لانه والله ده عسكري وليد فعلا زي ما ذكرت انت هنا، ده وذاك ملكي طيره. ادينا فيها تعليق الحته دي. طبعا كان تعليقي ده اقول لك نفس السبب اللي بيخلي المدني يقول العسكري وليد، لكن خلينا نتكلم عن الناحيه بتاعت العقليه. ميشيل فوكو فيلسوف ايطالي نظر لحاجه تسمى السياسه الحيويه، السياسه الحيويه اللي هي علاقه الجسد بالسلطه. يعني في الفتره السابقه كانت السلطة بتفرض وجودها عن طريق التعذيب العنيف على العلن، ما كان في عقاب. لاحقا مع تطور المجتمعات وكذا، فبدأت السلطة يعني تعمل نوع من الحيل، جت السجين وجات الكاميرات بتاعت المراقبة وكذا، لو عشان تخلق نوع من الجسد الانضباطي، تعمل الحاجة دي عشان تخلق الجسد الانضباطي. لو جينا نقلنا الحاجة دي وطلعنا مصطلح العقل الانضباطي، عقل الانضباط العسكري خلال الفترة بتاعت التدريب يجبل على الانضباط، فعقله بقى انضباطي بشكل أو بآخر. أي حاجة غير منظمة يعتبرها فوضى، أي حاجة غير منظمة، أي احتجاج يعتبرها فوضى، أي صوت عالي بيعتبره زي مخالفة الأوامر، قلة أدب، مخالفة التعليمات كده. فدائما العقل الانضباطي بيصنف الاشياء دي من حيث فهمه هو وادراكه هو للامور. عشان كده بتيجي تلقى في عينه استعلاء، في نظره استعلائيه ضد الناس اللي بيعتبروهم فوضجيه، اللي قاعدين ديل فوضجيه. تمام، بالشكل ده نظره استعلائيه، لانهم هم دائما بتلقاهم في البرلمانات مثلا، وهي ده المفروض سلوك طبيعي، لكن زي ما قلت لك العقل الانضباطي بيشوف انه دي فوضى، تجاذبات سياسيه وغيره. عشان كده نحن نتكلم عنه العقلية دي لابد من أنها تستبدل بتثقيف سياسي يشرح أنه الحاجة دي كده بالشكل ده حاجة طبيعية، ما حاجة أبنورمال. أتمنى أنه تكون الإجابة نوعا ما تمام. واضحة جدا، إنه والله يا أخي أنت بتتكلم على الليلة، دكتور بكري جاك كاتب له مقال ممتاز جدا عن اللي هي الحالة الذهنية بتاعت الناس في رؤيتهم للتغيير والأفق بتاعهم. أنت لو ما كنت أصلا عارف برا الاسوار بتاعت القياده العامه ولا الاسوار بتاعت الكليه الحربيه دي، الحاصل شنو برا، الحياه بتصير كيف ولا كده وما مظبوط عليها، فبالتالي اي حاجه ثانيه بالنسبه لك تكون غريبه. كذلك المدني لو ما هو عارف جوا الاسوار دي والناس دي بيدرسوا شنو، انه الناس دي والله مدين قسم لحمايه الدستور والدوله وغيره وغيره وحمايه الانسان، ودي اهم حاجه، فبرضه بيكون شايف انه الزول ده والله هو عدو، ودي حاجه موجوده. طيب في سؤال ثاني برضه ممتاز جدا من علاء الطاهر، بتتكلم عن قد ليك اذا بدانا عمليه اصلاح المؤسسه العسكريه،
كم من الزمن سنأخذ الوصول لمؤسسة عسكرية، وأي محاور يجب التركيز عليها غير إعادة صياغة القوانين العسكرية وتسجيل المحاسبة في حال اخترق هذه القوانين؟ أعتقد برضو مهم صياغة العقيدة وعدم انحيازها لعقيدة السلطة الحاكمة، يعني يكون الجيش جيش الشعب وليس جيش الحكومة. تفضل. فعلا فعلا نحن زي ما قلت، نحن ما عندنا مشكله في العقيده القتاليه، نحن مشكلتنا في العقيده العسكريه. العقيده القتاليه هي كيف تقاتل، كيف بتزحف، كيف بتستخدم السلاح، كيف بتقتل، تمام، كيف بتدافع، كيف بتهاجم. العقيده العسكريه من تقاتل. فنحن عايزين نجاوب على السؤال ده، عايزين نعدل الاجابه عن السؤال ده. انت ما بتقاتل الشخص اللي انا بقول لك قاتله، انا قائدك، انت ما بتقاتل، انت ما دائما بتطيع الاوامر. احنا عايزين، انا بتكلم عن انه مثلا التثقيف السياسي هو طريقه ممتازه عشان العسكري اصلا يقدر يفرق، يعمل حد فاصل حدود الطاعه ما بين الاوامر اللي من شانها انها يعني اللي بينتج عنها حمايه للوطن، والاوامر اللي بتكون بغرض سياسي او بهدف سياسي. فده بيعمل حد فاصل للطبيعه بتاعت الطبيعه بتاعت الطاعه نفسها، كيفيه تلقي الاوامر وكيفيه كده. فهي زي ما اشارت انه يعني احنا مشكلتنا بس ما عندنا مشكله في العقيده القتاليه، لان احنا برضه زي ما قلت جيش مهني زي باقي الجيوش، لكن احنا مشكلتنا في العقيده العسكريه، كيفيه وضع السياسات، كيفيه وضع السياسات. الحاجه دي اذا هي سالت عن الامد الزمني فهي محتاجه للاسف لامد طويل، يعني ما في حاجه بتحصل بسرعه في المجال ده بالتحديد، لانه مجال حساس. حتى الطريقه بتاعت مخاطبه المساله دي لابد من تكون بشكل معين وباسلوب معين، تبعد منه تماما العدائيه، بالذات مع الناس اللي موجودين. الناس الموجودين بيكونوا في بدايه الاصلاح، مع الزمن الناس بتبدا تستوعب، لانه الاصلاح العسكري ده نفسه اصلاح المؤسسه العسكريه، انت عارف من اول بنوده انه يتحرر الضابط او العسكري من جميع اشكال السعي الاخرى. منو اللي ما عايز مرتبه يكون ممتاز ويكون قاعد في وضع جيد بحسب الطبيعه بتاعت عمله؟ لكن احنا نعرف كيف ان احنا نخاطب المساله دي في نظريه اسمها نظريه الامننه. نظريه الامننه هي بتنظر للامن ك ك كسلوك خطابي، كسلوك خطابي. يعني انت بتتكلم عن حاجه طبيعيه، بتتكلم عن حاجه طبيعيه، يجي الشخص الثاني الموجود في الطرف الثاني يحور الخطاب ده بحيث انه يبقى قضيه امنيه، تمام. قضيه الحجاب مثلا، قضيه الهجره، قضايا عاديه تتحور بشكل او باخر عشان تبقى قضايا امنيه، عشان متخذ القضاء متخذ القرار يتعدى الاساليب الاساليب الصحيحه لاتخاذ القرار ويعمل قرارات استثنائيه. فانت تتكلم عن إصلاح المؤسسة العسكرية، إصلاح في زول بيابة كلمة الإصلاح دي، إصلاح المؤسسة العسكرية. بيجي الشخص اللي في الطرف الثاني بيستخدم الخطاب ده بشكل أمني، إصلاح المؤسسة العسكرية معناها تفكيكة، يفككوا الجيش وما عارف كده، يحول لك ليه كده. بناء على الحاجة دي يكسب مجموعة من الناس يدعموه في أنه يعمل إجراءات استثنائية، يعلن طوارئ، يعمل انقلاب، ما إلى ذلك. ممتاز جدا جدا، ممتاز جدا جدا. طيب سينيرك في ماجستير في معهد الدوحة مات جابريال اللي هو برضو باحث يعني استراتيجي، بيقول لك انه في النقاش عن دور الجيش والالتزام بالديمقراطية لحدوث التحول ووقف ظاهرة الانقلاب العسكرية وضبط العلاقات البدرية العسكرية، كيف يحدث ذلك في ظل وجود جيوش وليس جيش واحد ذات عقائد عسكرية متباينة ومختلفة، وكذلك تأثير الانقسامات الاجتماعية والحروب الأهلية؟ احنا الليله ما بنتكلم عن الجيش السوداني، القوات المسلحه، العمل الثلاث انقلابات لحد عمر البشير 89، احنا بنتكلم الليله على قوات مسلحه باستخباراتها انشات هي ذاتها هيئه العمليات بتاعت جهاز الامن، وبعد شويه انشات الدعم السريع وحرس الحدود، وبعد شويه بقى يعني كميه. يعني احنا نصلح بالضبط انه كيف الكلام ده حصل. طيب في البدايه انه يعني فعلا الواقع السوداني فيما يخص الموضوع ده واقع معقد، يعني لانه دائما بتلقى مثلا دولة مثلا منتقلة من شمولية لديمقراطية، من حكم عسكري لديمقراطية، من حرب لديمقراطية، بينما السودان نفسه جمع عدد من المتغيرات مع بعض وعايز ومفروض يتحول للديمقراطية.
الحاجة الأكيدة ما لم يحصل يعني خضوع للمؤسسة العسكرية في جيش واحد، في جيش واحد من الصعوبة بمكان أن يحصل انتقال ديمقراطي. الأزمة دائما اللي بتواجهها النقطة بتاعت دمج الجيوش هي أزمة بتاعت صيغة، المقام الأول أزمة بتاعت صيغة، ما أزمة بتاعت كيفيات، كيفية بتاعت دمج. يعني في 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 سياسات بتقول لك انك انت اذا عايز تعمل دمج، ادمج القوات اللي عايز تدمجها في الجسم الرئيسي على شكل مثلا كتائب ووحدات والويه وكده، الحقهم بالويه ووحدات تانية. في لا في سياسات بتقول لك انت لابد من تقسيم فرادى عشان تغير الولاء من ولاء شخصي لولاء للاشخاص اللي هو حاليا الجداد اللي موجود معاهم، فانت تعمل خلطه. لكن الاسلوب الارشد انه يتم مخاطبة أول حاجة الأزمة بتاعت الصيغة، ودائما دائما مواضيع دمج المؤسسات العسكرية، دمج الحركات المسلحة العائدة من التسليح، من حروب التمرد ولا كده، دائما قاعد يكون اللاعب المحوري الأساسي فيها اللي بخاطب الأزمة بتاعت الصيغة دي العامل الخارجي دائما وأبدا. يعني ما في حالة تلقى أنه مثلا مجموعة دولة طالعة من حرب أهلية وقعدوا كده مع بعض. حتى الحالة اللي بتفردوا النموذجية اللي ممكن نتكلم عنها اللي هي بعد الفصل العنصري، الحالة بتاعت جنوب أفريقيا، بنلقى أنه العامل الخارجي انهيار الاتحاد السوفيتي اللي كان داعم للبيض في حد نفسه كان هو ده العامل الخارجي المؤثر على العملية دي. فلا بد من أنه يعني أنا الآن بتكلم عن أنه الدراسات التجريبية بتقول أنه في 4 طرق أنك يعني تبعد بها العسكريين من السلطة. 4 طرق: الأولى أنك تهزم الجيش هزيمة كاسحة، خلاص تنتهي منه بشكل كامل. وأنا أعتقد أنه ده إحنا بتخلينا نغادر فضاء الثورات ونمشي مكان تاني. الحاجة الثانية أنه يدرك العسكريين يعني ارتفاع التكاليف، يدركوا تماما أنه بقاهم في السلطة مشكلة بالنسبة لهم من كل النواحي، اقتصادية واجتماعية وسياسية وحقوق إنسان وملاحقات قضائية وغيره. الحاجة الثالثة يحصل توافق وتفاوض ما بين المجموعتين زي الحاله بتاعت اسبانيا ونحن بدينا بها. الحاجه الرابعه والاخيره العامل الخارجي، العامل الخارجي بانك انت القوى الديمقراطيه تحاول بقدر الامكان تكسب العامل الخارجي في جانبه او تحيده، اتليست تخليه محايد بين الطرفين. ونحن وقت نتكلم عن العامل الخارجي نحن نتكلم عن دول معينه هي اللي على اساسها قاعد يتقوى المؤسسه العسكريه والمكون العسكري اللي موجود في السلطه الحاليه. في تقديرنا نحن المفروض ندمج بالثلاثه حاجات دي. يعني نحن عندنا 3 خطوط لابد من انه نحن ندمج بها عشان ننهي الوضع الحالي ونرجع لفتره بتاعت انتقال، نرجع لفتره بتاعت انتقال ديمقراطي حقيقي. اما موضوع دمج الجيوش فهو مشكلته الاولى مشكله بتاعت ازمه بتاعت ثقه، بعد كده الباقي كله تكنيك بالتفاوض وبالاتفاق. فإذا خوطب الموضوع بتاع الأزمة بتاعت الصيغة، عدم صيغة المدني في العسكري والعسكري في العسكري، وهنسوهم كل واحد عايز يكسب أكبر عدد من الناس يكونوا موجودين معه. طيب كان كده أنا أفهم السي إنه والله يا أخي نحن الإصلاح بتاع المنظومة العسكرية في السودان لا يمكن أن يتم الا اذا كانت الاطراف مثلا الداخله في قصه عازفه الحزم وعندها مصلحه في بقاء الجيش السوداني بمسمياته الجنجويد المعارف الدعم السريع او القوات المسلحه ذاتها، الا انه مصالحهم تضمن من قبل الانتقال ده. غير كده بيكون عندهم مصلحه في انه الجيش يظل زي ما هو، طالما انه قاده الجيش بيلبوا لهم مصالحهم في وجود جنود وقوات وغيره، يعني مش كده؟ والله اقدر اقول لك ايوه، لكن في النهايه في يعني انت ممكن تقدم بدائل ان انا ادرب لك مثلا، ان انا احاول اساعدك سياسيا في انك انت يعني تحافظ على المكتسبات على الاقل اللي اكتسبتها حاليا في المنطقه. هما يعني حاليا في اللحظه اللي احنا بنتكلم عنها في هدنه موجوده، فانت ممكن تدخل هنا بانك تتعزز الموضوع بتاع الهدنه ده. لكن في فتره سابقه وقت كان الحرب مشتده وكده بقدر اقول لك ايوه، يعني انت ما عندك طريقه غير تقدم تطمينات مناسبه. انت عايز تربح في النهايه، انت عايز مكسب ولو
على المدى القصير عشان تقدر تجر نفسك وتمشي الخطوة اللي بعديها، تطلع السلم الثاني. فلا بد من تقدم تطمينات مناسبة لعاصفة الحزم، لإسرائيل، لغيره. لا بد من أنك تقدم تطمينات مناسبة تخلي العامل الخارجي ده على الأقل يكون محايد زي ما ذكرت لك. طيب الجيش طبعا علاقته مع الكلام ده ممكن يكون نقاشنا ده نقاش والله جميل جدا لكن صفوي، لانه اذا كان احنا مثلا علاقتنا بالجيش السوداني في المدن وكده، في ناس في القرى والارياف والله علاقتهم بالجيش السوداني ده عباره عن برميل بتاع بارود بيجيك طاير من فوق دل بيفجر لك قريتك ولا بتاع، في اطار اللي هو الحروبات الاهليه الداخليه. اطول حرب في افريقيا كان حرب جنوب السودان، يعني حصلت ارواح 2 مليون سوداني قبل الانفصال جنوب السودان. فالقصه بتاعت انه الكلام ده هيحصل كيف ما بين المدنيين والعسكريين، خلينا من اصلاح المنظومه العسكريه نفسها. انا ده كانور الليله ثاني داير لما اشوف لي تاتشر احس بانه والله جاي عشان يحميني واكون مطمئن، لما اسمع لي موسيقى عسكريه اقول والله يا اخي دي عشان تديني احساس اكثر بالامان، مش انه والله في انقلاب عسكري ولا كده. الكلام ده كيف ممكن يحصل؟ يعني مدارس، في الجامعات، في انه الناس تمشي تزور القيادات وحدات الجيش. يعني ليه مثلا شوف الافلام الامريكيه اي مواطنين امريكان عاديين جو ماشيين نقول لهم جنود ولا كده بقول لهم يا شكرا لخدمتكم، ثانك يو فور يور سيرفيس. ان احنا بنكون كمواطنين شايفين انه الجيش متقاعس مثلا من استرداد اراضينا المحتله في حلايب، وانه والله يا اخي نكون متشككين لو قام الجيش مشى عمل له اي عمليات في الفشقه لاسترداد الاراضي، هل الكلام ده لصالح دول ثانيه على اساس انه يزرعوا في الحته دي؟ هل هي اجندات خارجيه؟ فطوالي متشككين. الحته بتاعت التشكك دي خليك ما بين السياسي والعسكري، انما بين العسكري والمدني العادي المواطن العادي، ممكن تحصل كيف؟ يعني تقصد يعني ازاله الفجوه الموجوده حاليا ما بين المدنيين نعم. والعسكريين تقصد؟ فيما يخص اول حاجه، الحروب اللي انت ذكرتها سابقا هي كلها كانت يا دكتور بقرارات سياسيه. يعني الجيش السوداني في النهايه برضه اتوى يعني هو كان متضرر، واحد الاطراف المتضرره، لانها كلها كانت قرارات سياسيه وبتتم بشكل سياسي ولاسباب سياسيه. في النهايه نوع من انواع العنف السياسي، كان في هدف سياسي بانه يبيدوا مجموعه معينه لان دي قبيله تابعه لمتمردين رفعوا السلاح ضد الدوله. فدي كل حياة كانت قاعدة تتم في إطار سياسي، وفي النهاية الجيش برضو كان بيعاني بيقدم خسائر. وممكن أكبر دليل المذكرة اللي قدمها الجيش في فترة الإمام الصادق المهدي، مقدم الاحتجاج المذكرة الاحتجاجية. المذكرة دي بالمناسبة كانت قدمت أسباب منطقية جدا التف حولها يعني عدد كبير من الأجسام السياسية. ده كان بيدل على أنه الجيش الوقت ده كان مرآة حقيقية للمجتمع. وانا اعتقد انه الجيش ما فقد يعني ما حصل الفجوه اللي عايشينها الان الا مؤخرا. يعني سابقا ما كانت موجوده بالشكل العنيف ده. ممكن تكون كانت موجوده في الاطراف بسبب زي ما قلت لك التوجيهات السياسيه ولا العمليه السياسيه لمحاربه التمرد وكده، لكن ما مخصوص بنفس القدر اللي موجود الآن. برجع بقول أنه الحاجة دي يعني مستحيل أنها تتعالج في فترة زمنية قليلة، لكن لابد من أنه الجيش يكون عنده إسهامات في أنه يكون قريب من المجتمع. يعني وكده حصل الدمج ما بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية. الجيش الألماني الشرقي كان يعني يتم معاملته بشكل دوني في المجتمع، بينما الجيش الغربي كانوا بيفتحوا الصالات الرياضية للمدنيين، بيقدموا الخدمات الصحية، بيقدموا الخدمات المجتمعية انسون. الأرجنتيني كذلك في الفترات الأولى ما بعد العملية بتاعت الانتقال بسبب القمع اللي كان بيحصل، تشيلي كذلك، فكلها الجيش وقت رجع في المراحل الأولى كان في فجوة كبيرة جدا ما بين المجتمع والجيش. لكن لاحقا اتعالجت المسألة دي بالعملية بتاعت الإصلاح. الفجوات دي كلها تم إغلاقها بشكل كامل، هو رغم أنه بقى في النهاية موجود في تاريخ المؤسسة العسكرية. عشان كده ليه أنا بقول لابد من أن نحن نطلع العسكريين على الجيوش اللي كان عندها دور إيجابي في ترسيخ الديمقراطيات، والجيوش اللي كان عندها دور سلبي في السياق ده. يعني الناس لو قرت وعرفت وتم تصغيرها في الاتجاه ده
ده بنفسه دي بتكون نقطة مهمة بتؤدي إلى رجم ردم الفجوات دي. فنحن الآن محتاجين يعني فترة زمنية عشان نرجع نتعايش تاني، عشان نرجع مثلا للشعار اللي أنا كاتبه ده، سقوط الثنائية وصعود المتلازمة، تاخذ فترة زمنية مع الإصلاح. مع الإصلاح طيب الآن لما تيجي تتكلم مثلا مع الناس المحزبين سياسيا، تقول لهم يا أخي الموقف بتاع القائد الحزب ده ولا السكرتير بتاعه ولا هناي غلط، يقول لك يا أخي أنت ما في الحزب بتاعي، أنت ما عارف شيء، تعال خش الحزب وبعدين نتكلم. هل الكلام ده برضه حيجي ينطبق بعدين على قصة القوات المسلحة؟ نقول يا أخي إصلاح المنظومة العسكرية، يقوم واحد عسكري من الطريق يقول لك يا أخي اسمع أنت ما عسكري، أنت ما عارف الإصلاح ده بيتم بواسطنا. فانت في تقديرك الشامبيون البطل بتاع الاصلاح او الابطال بتوع الاصلاح ديل لازم يكونوا من داخل المؤسسه ولا من خارجها ولا حاجه مختلطه؟ والله يا دكتور في حالات ناجحة لأنه عسكريين تبنوا المسألة بتاعت إصلاح المؤسسة العسكرية. في أسبانيا مثلا، عندك في كوريا الجنوبية، يعني العملية بتاعت إصلاح المؤسسة العسكرية تمت بواسطة عسكريين. الحكومات اللي جات في البداية في فترة الانتقال سلمت الأجهزة الأمنية المسؤولية بتاعت الإصلاح، لكن دي بتجي بتكتيك معين، يعني ما بتجي بس بشكل عشوائي، لأنه يا أخي بقدر الإمكان تجعل العسكريين تحسسهم بأنه عندهم قيمة وأنه ده مشروعهم هم الذاتي. لكن نحن بنتكلم عن الحاجة دي في سياق سياسي، تيجي تلقى مثلا سياق تاني بتاع فكر اقتصادي وكنت تقول له مثلا ده مشروعك أنت ولا بد من أنك تسعى فيه، هو عنده الطمع، يعني عنده حاجة تانية أكتر من الشعارات اللي أنت بتقول فيها، عنده مسألة تانية بيفكر فيها. وكنت تيجي تقول فمسألة بتاعت إسبانيا والمسألة بتاعت مثلا كوريا الجنوبية كانت في سياق سياسي، فتم إشعار العسكريين بأنهم ده مشروعهم الخاص لابد من ينجح، فتخطوا أمام تحدي زي ما قلت، فنجحت الفكرة. لكن لو جينا تكلمنا في سياق نظري بشكل عام، فالقضية زي ما أنا من شوية ذكرت أنه القضية الأمنية بقت ما أصبحت فقط هي قضية بتاعت أمن مادي يعالج فقط بالسلاح. المسألة بتاعت السياسات الدفاعية أصبحت أكبر من أنها تعالج في حياة، ما بد يعني حرب الأفكار دي ما بتقدر تعالجها بالسلاح. الأمن السيبراني والمشاكل السيبرانية ما بتقدر تعالجها بالسلاح. الأمن المجتمعي والأمن البيئي الحياة دي ما بتقدر تعالجها بالسلاح. عشان كده الموضوع بتاع إصلاح المؤسسة العسكرية والقطاع الأمني بشكل واسع ما مسألة بقت بتاعت عسكري ومدني، ولا غنى للمدني عن العسكري، ولا يقدر يستغني العسكري عن المدني في المسألة دي. الأمور دي متداخلة مع بعض بقت، يعني بقى الآن الشخص اللي موجود في السودان، بيتأثر بالشخص اللي بيقطع الشجر بتاع قبة الأمازون هناك، لأنها هي الرئة بتاعت الكرة الأرضية، بيتأثر بها هو اللي قاعد في السودان. فالموضوع بتاع الأمن بقى ما فقط الدولة اللي جنبك والدولة اللي وراك والشخص اللي شايل سلاح أكتر منك ولا كده. كمان برضو المفهوم بتاع الدولة الخيرة اللي هي الدولة الموجودة بتساعد في بعثات أو الجنود ولا القوات بتاعت حفظ السلام في العالم، يعني نحن الجيش بتاعنا من الحاجات الأساسية الفاقدة اللي هي القوة الناعمة في الإعلام وفي العلاقات العامة وفي الصورة الذهنية الموجودة عنه، يعني كل الناس عارفين والله الجيش السوداني ده اللي بيجيبوا له قوات حفظ السلام من بره عشان تحمي المواطنين منه، في مقابل دول تانية بتلقى جنودهم جايين عشان يحفظوا السلام. وحتى الكلام ده من ناحية اقتصادية بالنسبة للضباط والجنود نفسهم، لما تكون انت دولتك فيها استقرار وجيشك كويس ومدرب كويس ويقوم يشيلوا منكم انتوا ضباط ولا جنود يودوهم لحتة تانية عشان يحفظوا السلام، الدخل بتاعهم بالدولار. احنا شفنا كثير من الأردنيين مثلا كان شغالين في دارفور، شغالين في كوسوفو، شغالين في الحتات اللي فيها نزاعات، بتلقى أوضاعهم ممتازة جدا. يعني الحاجة الوحيدة لازم متوفرة للضباط اللي هي قصه الملحقيه العسكريه في السفارات ولا ما اعرف شو، حاجات بسيطه جدا ليميتد. في المقابل بتلقى انه الاوضاع بتاعت معظم العسكريين بتلقاها ما انا طبعا بتكلم والدي انا ذاته يعني ضابط معاش يدوب على 23. فالقصه دي كيف ممكن تحصل برضو؟ كيف ممكن تزرع الثقافه دي في 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 راس العسكريين وكذلك المدنيين اللي ممكن يكونوا عندهم اهواء يعني بتاعت جيش عسكرية؟ تفضل. طبعا يعني احنا اول حاجه، يعني انت لابد من تقنع الشخص العسكري توريه والمحفزات بتاعته انه هو يقبل النظام الديمقراطي. محفزاتك شنو؟ لانك تخليني انا اقبل نظام معين، اقول انه
الشكل ده من يعني افضل من انه يقودني فلان، افضل من انه يجي رئيس الدوله يكون هو وزير الدفاع اللي انا بعرفه او رئيس الاركان او كده، هو يكون رئيس الدوله. فالمساله بتاعت انك انت تكون مثلا بتجيب قوات على اساس انها تكون قوات حفظ سلام، تضع ما بينك، تضع يعني حد ما بينك انت وبين مواطنينك، يعني ده صميم الدرجة بتاعت الإصلاح. يعني القطاعات اللي بتحتاج إصلاح دائما بيقول لك أنها واحد اللي بتفشل في أنها تدافع عن مواطنينها، أو اللي هي بتكون السبب في النزاعات والصراعات اللي موجودة. فالحاجة دي زي ما قلت لك، إحنا ما محتاجين نتعلم كيف نقاتل، محتاجين نتعلم من نقاتل. نجاوب على السؤال ده، من نقاتل؟ والحاجة دي بتجي إلا في ظل نظام، في ظل نظام أصلا هو قابل بالديمقراطية، قابل بها، حتى ولو ما ديمقراطي، ولكن قابل بها، مقتنع بقواعد اللعب دي. فنحن انفورشنتلي يعني الفترات اللي فاتت ما عشنا الحاجه دي، ما عشنا الحاجه دي. وزي ما قلت لك، وقت عشناها في الفترات التاريخيه، الحقبه التاريخيه اللي فاتت، ما حصل الاصلاح الكافي. الدليل على كده جات اتكررت نفس السيناريوهات، والان احنا ماشيين على سيناريو اسوء بتاع الجيش الطفيلي. فما لما نحن نرجع خطوة ونصل للجيش، نطلع تاني سلم اللي فوق، نصل للجيش التدخلي، هنعاني أسوأ من كده. هنصل للمرحلة بتاعت هندسة المجتمع زي ما أنا ذكرت في البداية بتاعت ال البداية بتاعت ال بسموه شنو؟ البداية بتاعت العرض. عشان كده اتكلمت برضو في العرض عن أنك أنت لابد من تخط مميزات، توري القصص بتاعت الجماعة المشوا في اتجاهها. أصلحت قوات المؤسسة العسكرية، تم إصلاحها، والقوات التي لم يتم إصلاحها، فأنت لازم تخط الحاجة دي وتشرحها لهم بشكل بتاع مقارنة. شكرا جزيلا باشمهندس البدوي عبد القادر على التقديم الرائع جدا. نهنيك مجددا باجتياز الماجستير بامتياز، ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق والنجاح. ونشكركم جميعا الحضور الكرام والكريمات الموجودين في زوم هنا أو عبر مجموعة الباحثين السودانيين على متابعة العرض. إن شاء الله عندنا في خلال ساعتين إن شاء الله عرض ثاني لماجستير برضو من معهد الدوحة الدراسات العليا مع الأستاذة هبة جعفر إبراهيم عثمان، بعنوان تقييم تأثير التمويل الدولي على إتاحة التعليم الأساسي في السودان، دراسة حالة البنك الدولي لمشروع تقوية التعليم الأساسي في السودان في الفترة من 2013-2017 و2017-2019. فلحد ما ألاقيكم إن شاء الله بعد ساعتين. نشكركم جزيلا على الحضور. شكرا جزيلا أستاذ بدر، شكرا.